هاي ايفريوان، دلوقتي السيتي عامله تقليد حلو قوي هنا في امريكا، كل واحد بيشتري كريسماس تري ويزوقها بطريقته، وبعد كده بيروح يعرضها قصاد المبنى بتاع السيتي زي ما انتوا شايفين كده، كل واحد بيتفنن بديكوريشن معينه ويكتب عليها اسمه واللي يحط صور عيلته زي ما انتوا شايفين، كل شجرة بشكل مختلف بحيث ان لما يجوا بعد كده يعملوا بريفير بتوين اتش وان يختاروا احسن واحد زوق شجرته. ده انا اول مرة اشوف الكلام ده بصراحة، حاجة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين، كل واحد شاري شجرة طبيعية جدا مزوقها بطريقة معينة زي ما انتوا شايفين، حاططها قصاد مبنى السيتي، حاجات جميلة جدا جدا. ده بيتفائلوا جدا بالنسبة السنة الجديدة، وبعد لما بيجي النيو كل واحد ياخد شجرته من قصاد السيتي، يشوفوا بقى اللي فاز هو اللي بيبقى لاكي زي ما انتوا شايفين، شجر كتير جدا جدا، اشكال مختلفة، واحد حاطط صور عيلته زي ما انتوا شايفين كده اهو بيتفائلوا. ده تراديشنال عندهم، كل سنة يشتروا كريسمس تري ناتشورال طبيعية ويزينوها بكل اشكال مختلفة، بس اول مرة اشوفها بصراحة ان يعرضوها قصاد السيتي كده اهو، ويشوفوا بقى مين اللي هيفوز زي ما انتوا شايفين كده، شجرة اشكال مختلفة، ديكوريشن مختلف. طبعا قبل كده صورت لكم الديكوريشن قصاد البيوت والشركات اللي بتيجي تعمل ديكوريشن عن طريق القماش، وبرضو احسن بيت مزوق هو اللي بيفوز وياخد الجايزة. بس أول مرة أشوف التريز دي مختلفة تماما، بالديكوريشن مختلفة، كل واحد حاطط كروت أهي زي ما أنتوا شايفين قصاد الشجر، أشكال مختلفة تماما، والناس بييجوا يتفرجوا ويقيموا يقولوا أحسن شجرة أنه، كل واحد يدي فيدباك مختلفة زي ما أنتوا شايفين كده أهو، كل واحد يقول رأيه، واللي يفوز بالشجرة هو اللي بياخد الجايزة من المير بتاع السيتي. شجر كتير قوي قوي قوي، شايفين التزويق، أشكال مختلفة تماما، ناس رايقة وبيبتهجوا بالكريسماس والنيو وبيبسطوا عيالهم ويتفننوا كل واحد بالأشكال المختلفة، يزوق بالديكوريشن مختلفة بأكسسوارز مختلفة زي ما انتوا شايفين. حقيقة أنا مش عارف أصور إيه ولا إيه، أكتر من 100 شجرة متزوقة، الناس قاعدة بتتفرج، واحد حاطط شكله زي ما انتوا شايفينه، ده اللي مزوق الشجرة، آخر روقان، حاطط صور عياله من تحت، واحد عامل سنو فلاير. الناس بيتفرجوا ويقيموا، الشجرة اتحولت لأكسسوارز، طبعا كل واحد فاميلي، كل واحد بيزوق، كل واحد بيزوق مع مراته وعياله الشجرة بحيث ان تطلع بأحسن شكل معين
ما حدش بيقلده عشان يقدر يفوز بالجايزه زي ما انتوا شايفين كده. اول مره اشوفها في السيتي حقيقي، ده يمكن دي اول سنه انا اشوف الكلام ده، بخلاف طبعا الديكورات اللي قصاد البيوت. عالم رايقه قوي قوي قوي، شايفين اشكال مختلفه كل واحد بشكل. شوفوا انتوا بقى انهي شجره احلى واحده وقولوا رايكم، ويا ريت تعملوا لايك على الشجره او على الفيديو وتشيروه وتعملوا سبسكرايب. يبقى ثانك يو اجين، اقول لكم ميري كريسماس اند هابي نيو يير ايفريوان. ربنا يجعل ايامكم كلها فرح وسعاده. الشجره دي حلوه قوي، انا عاجباني على فكره، جميله، فيها شغل وفيها فكره جميله جميله جميله. بتهيألي هي دي اللي هتفوز، بس انتوا برضه قولوا رايكم. انا احسن شجره، واحد حاطط 100 دولار طبعا فيك في الشجره، اشكال مختلفه، حاجه اميزنج. مي بي ممكن تكون الشجره دي اللي تفوز، الله اعلم. انتوا تقولوا رايكم. ثانك يو ايفري ون، اقول لكم باي باي، هاف ا نايس داي، ثانكس.